راح اسوي كبة جريش نباتية كبة خمسة. انا راح اسوي كمية كبيرة، راح اقول لكم على مقادير قليلة. كل 4 كوب جريش يكون بهالشكل هذا، بحبيبات بيض. راح نخلي كل 4 كوب نخلي كوب واحد برغل ناعم، نخلي بها كوب سميد ناعم اختياري. راح اضيف برغل اسمر حتى تنطينا اللون. هذا كوب تبل، فلفل اسود، ملح. نخلط المواد الجافة كلها سوا. اخلي مي، طبعا ما اقدر احدد كمية المي لان الجريش والبرغل يختلف من عندي لعندكم. راح اخلي مي بحيث يصير بمستوى البرغل. اوزع المي واتاكد انه البرغل والجريش امتصوا المي كله، ونتركه 20 دقيقة ونرجع لكم. بس الجريش هنا عندي كوب سماق، راح اخلي عليه كوب مي واتركه، وبين ما الجريش مالتي يجهز اروح اسوي الحشوة. راح نسويها نباتية، راح استعمل اصيل السمن النباتي. خليت الدهن على النار وانزل الجوز. عندي هنا الجوز مطحون. بعد ما شوحنا الجوز بالدهن راح انزل الطحين تدريجيا. نجيب الحشو، هاي العصيدة المرتوخة مالتنا وبيها جوز، طبعا لازم تبرد تماما. جاهزة للطبخ. الخضرة اللي راح اخليها انها قطعت سلق، وخليت زيت، شوحت السلق شوية بزيت، ضفت عليه مي. هسه راح انزل بعد مي، بعدين اخلي الكبر مالتي. السماق خليت بيه شوية طحين حتى يدخل القوام. سنزلها بالمرقة، شم بقلها. كبة الخمسة محشية بالعصيدة، كبة نباتية تنفع المرقة حمراء والمرقة حامضة. ما ضفت كل الكوب، هسه راح انزل الشوندر والمي مالته. انزل الشلغم والقرع. هسه اضيف لها مي السماق اللي خليت بيه شوية طحين حتى يدخن. والاكلة طلعت تجنن، كلش كلش طلعت طيبة. الشكل النهائي للكبة اللي سويتها اليوم، كبة جريش محشية مرتوخة وجوز، طلعت كلش كلش طيبة تخبل. اكلة نباتية، كوب حشيتهم بمرتوخة وجوز. الحشوة كانت مرتوخة وجوز، المرتوخة هي عصيدة. طبعا كلش طلعت طيبة، اتمنى تكون عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله وصفات ثانية. راح نقطع واحدة قدامكم، شمت ألا النتيجة ولا أروع. أتمنى تجربوها وشوفوا إيش قد طلعت طيبة.